أجمل أن تحلم بنجمة تقف على بابك، والأروع أن تفيق من الحلم وتجدها أمامك تستأذنك بالدخول. هكذا هي حكايتنا لليوم، حكاية نجوم وأقمار يمسي ويصبح عليها النهار، وهي متألقة في فضائها الممتد على كل ربوع الوطن، حيث المعلومة والفكر والثقافة والأدب والأخبار من شتى بقاع الأرض تصل إلينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وشاشة التلفزيون والصحف والمجلات المتنوعة. إن من لحظات العمر ما يستحق التسجيل ويستوجب التبجيل، وإذا كان للمرء حق الشعور بالسعادة والارتياح فإن ذلك يكون عندما يرى حصيلة مسائه قد ازدهرت وثمار جهوده قد أينعت. وهذه أيها الأخوة لحظة سعيدة لنا جميعا، وبداية مشرقة مضيئة نعتز بها ونسجلها على أمواج تلفزيون عمان الملون الذي نفتتحه اليوم في مدينة الإعلام. بسم الله وحسن توفيقه. لقد أدركنا منذ بداية عهدنا أهمية الإعلام في حياة الشعوب وما يؤديه في الحياة من خدمات للناس، فكان أن بدأنا بالإذاعة العمانية عام 1970 لأول مرة في تاريخ عمان، وشغلنا فراغا كان شعبنا بحاجة إلى ملئه، ثم أتبعنا ذلك بإصدار الصحف العمانية كذلك لأول مرة في تاريخ عمان، وباستمرار كنا نواصل تحسين إعلامنا وتوسيعه مع تطورنا وانطلاقا من مفهوم لغة العصر ومتطلبات الزمان المتجدد، حرصا منا على أن نعيد لبلادنا دورها الحضاري ومكانتها المجيدة بين أشقائها بل بين دول العالم. حكايتنا أيها الأحبة حكاية إعلام يعبر عن الشخصية العمانية التي أرادها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، منذ أن جاء بنهضة 23 من يوليو المجيد في عام 1970 ليشكل معها الصورة التي أراد أن تنقلها وسائل الإعلام عن الواقع بتفاصيله دون التهويل والنزاهة دون المبالغة ومواكبة التنمية دون تمجيد. أيها الأخوة، عيدنا الوطني الرابع الذي يحل غدا ونحتفل به جميعا قد ظفر بمدينة الإعلام هدية نقدمها لشعبنا الكريم بهذه المناسبة السعيدة، لكن هذا اليوم
17 نوفمبر سيظل تاريخا للافتتاح الرسمي لهذه المدينة. وبهذا يمكن نقل احتفالات العيد على شاشاتكم الملونة. بداية الطريق كانت من هنا، وزارة الإعلام التي أرست ورسمت الطريق للإعلام العماني كي يتقدم بثقة كلها فخر واعتزاز بالوطن والمواطن. فكان على عاتقها الجهد الأكبر في تقديم الصورة الصافية عن عمان، وتحلت مؤسساتها بذلك الالتزام الرزين اتجاه مسارات التنمية، بدءاً من التعليم والصحة والكهرباء والمياه والاتصالات وتوفير الخدمات المتنوعة. جاهزة. صندوق خشبي يصدر صوتا، إنه صندوق العجائب. منه نستمع إلى شدو الأغاني، وعلى موجات أثيره ننتقل بخفة الطائر بين محطات منوعة من هنا وهناك. إنه المذياع الذي كان ولا زال يبث موجاته عبر أثير إذاعات سلطنة عمان. استديوهات التسجيل، وسأقرأ عليكم مشاهدينا موجزا يلخص الحكاية، تابعونا. من عام 1970 في العاصمة مسقط انطلق أثير إذاعة سلطنة عمان، وبعدها بأسبوع أنشئت محطة إذاعية في صلالة كأول بواكير العمل الإعلامي المتزامن مع انطلاقة النهضة الحديثة لنقل مفردات التنمية وربطها بالمواطنين. تتخطى
مهمة الإذاعة الحدود إلى آفاق الدنيا عبر شبكة الأقمار الصناعية. واليوم وبعد مضي سنوات خمس على مسيرتنا، نفتتح محطة الأقمار الصناعية دليلاً على مسايرتنا للحركة العالمية في المواصلات اللاسلكية، وتأكيداً لتفاعلاتنا مع تطور الزمن لرفاهية هذا الشعب. بهذه المناسبة السعيدة التي نحتفل فيها بافتتاح خط الاتصال المباشر عبر الأقمار الصناعية بين عاصمة بلادنا والعالم الخارجي، تحت رعاية صاحب الجلالة السلطان المعظم، إنه لمما يزيد من سعادتنا هنا في السفارة العمانية بواشنطن أن تتاح لنا من خلال هذا الاحتفال الفرصة لأن نتقدم بأخلص التهاني والتبريكات لجلالة السلطان المعظم والشعب العماني الكريم بمناسبة الذكرى الخامسة لعيدنا الوطني المجيد. مساء الخير جلالة السلطان، الحمد لله، كيف حالكم؟ الحمد لله، هل تسمعني بوضوح تام؟ نعم سيدنا، أسمعكم بوضوح تام، ولي الشرف العظيم أن أتكلم معاكم بمناسبة افتتاح هذه المحطة وهذا المشروع العظيم. حقيقة نحن يسعدنا كذلك أن نتحدث إليك من هنا من محطة الأقمار الصناعية في عمان، وأنت في واشنطن، وحقيقة يعني يسرني كثير أن أرى صورتك على شاشة التلفزيون بوضوح. من ذكريات البدايات الأولى نقرأ في أرشيف الإذاعة بأن ساعات البث كانت محدودة، إلى أن قفزت لترافق ساعات اليوم كلها اعتباراً من الأول من نوفمبر من عام 1998، كما ارتفع عدد البرامج المحلية التي وصلت إلى 90%، والتي كانت تشكل جرعة من المعرفة والمعلومة. ومع هذا الاهتمام المتزايد تفرعت الإذاعة إلى خمس برامج: البرنامج العام، وبرنامج الشباب، والبرنامج الأجنبي، وبرنامج القرآن الكريم، وبرنامج الموسيقى الكلاسيكية، إضافة إلى القطاع الخاص الذي دشن ثلاث إذاعات محلية تساهم في تحقيق الرسالة الإعلامية المواكبة للعصر والتطور.